قرآن للوجدان ستسري آية القرآن ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان فكم من بذرة دفنت بأرض السهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله إخواني المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام التلاوة. مقر التلاوة لهذا اليوم من مطلع سورة الجن إلى الآية العاشرة من هذه السورة المباركة. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ صفة جديدة من صفات الحروف اللازمة، صفات الحروف اللازمة وتحديدا صفات الحروف اللازمة التي لا ضد لها، لأن سبقا تحدثنا عن صفات الحروف اللازمة وقلنا لا تنقسم إلى قسمين، صفات حروف لازمة لها ضد وصفات حروف لازمة لا ضد لها. واليوم مع صفة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليها بعد الفاصل، وهي صفة الاستطالة. هي أعظم سور القرآن، أهميتها كبيرة وفضائلها كثيرة. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي نعمة الرقية لكل راق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها، فهي فاتحة الكتاب، وهي سورة الحمد، وهي السبع المثاني، وهي الشافية والكافية. ومن فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرحبا بكم مرة أخرى. كما سبق أن ذكرنا قبل الفاصل موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عن صفة الاستطالة، وهي من الصفات التي ذكرنا من الصفات اللازمة، أي لا تنفك عن الحرف بأي حال من الأحوال، من الصفات اللازمة التي لا ضد لها، أي ليست هذه الصفة صفة الاستطالة لا تقابلها صفة أخرى. فالاستطالة هي من الصفات اللازمة التي لا ضد لها. الصفة هذه الاستطالة لغة هي الامتداد، واصطلاحا هي امتداد الصوت من إحدى حافتي اللسان إلى آخره، من إحدى حافتي اللسان أو من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره. لما نقول حافة هذا اللسان، فهذا الجانب هو الحافة، فالضاد يعني لما نقول أنها تخرج من إحدى حافتي اللسان فهي تخرج من هذا الجانب سواء اليسار أو اليمين. طيب، وقيل كذلك هي امتداد حافة اللسان من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، لأنه امتداد الصوت كما تلاحظون على الشاشة ليس خاصا بحرف الضاد بل بكل الحروف الرخوة. وسبقا ذكرنا الحروف الرخوة هي التي تقابل الحروف الشديدة، قال وبين، قال رحمه الله تعالى وبين رخو والشديد لن عمر، أي حروف التوسط هي حروف لن عمر، وحروف الشدة شديدها لفظ أجد قطن بكت. ما عدا هذه العبارة أجدك تطبق أو أجد قطن بكت وكذلك حروف لن عمر، فبقية الحروف هي حروف الرخاوة، هي حروف الرخاوة. وذكرنا كذلك أن الرخاوة هي التي يجري معها الصوت، التي يجري معها الصوت لضعف الاعتماد على المخرج، فالضاد رخوة أي يجري معها الصوت، فلهذا تمتد في مخرجها. الاستطالة حرف واحد وهي الضاد، وسميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام. لو قلنا أن هذه الحافة حافة اللسان، فهنا من أول الحافة إلى هنا هذا مخرج الضاد حتى يتصل مع مخرج اللام، حتى يتصل مع مخرج اللام كما تلاحظون في الصورة. فمخرج الضاد يخرج من هذه الجهة طبعا مع كما سبق أن ذكرنا في المخارج مع الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى، فالضاد تخرج من هذا المخرج وتتصل إلى مخرج اللام. طيب، هذه الصفة كما ذكرنا هي من الصفات اللازمة، ويكون ظهورها في الساكن أوضح وأظهر من المتحرك. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى ضادا استطل، فيكون خروجها كما تلاحظون في الصورة بضغط إحدى حافتي اللسان سواء اليمنى أو اليسرى مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، هذا هو الحنك الأعلى، نقول هكذا هو الحنك الأعلى أو سقف الحنك. لأن من صفات الضاد كذلك الإطباق، فالإطباق هو الالتصاق. لو توجهين الصورة عليه الآن، عندنا هذا هو اللسان وهذا هو الحنك، فينطبق اللسان مع الحنك الأعلى وينحصر الصوت في هذا المكان ويخرج الضاد، يخرج الضاد طبعا باندفاع الصوت من الرئتين، اندفاع الهواء من الرئتين يخرج هذا الصوت، فيندفع اللسان الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى الثنايا العليا ليشمل الحافتين الأماميتين، ويكون صوت الاستطالة في بدايتها قويا ثم يتضاءل بالتدريج حتى ينتهي. الآن أطبق، عندنا نقول أض أض، تسمع أض أض، ض ضو ضي، فتجد أن الصوت قوي لأنه من الحروف المطبقة وكذلك من الحروف المفخمة المستعلية. طيب، سبب الاستطالة قلنا هو جريان صوت الضاد في حيز ضيق كما تلاحظون في الصورة، المكان الذي فيه الأسهم، فهذا الحيز الضيق هو الذي يعطي هذه القوة للحرف فينحصر مع الصوت حتى ينطبق، وكذلك عدم خروج اللسان، فكان لا بد من الاستطالة، لا يخرج اللسان حتى يحاذي مقدم الأسنان، فنقول
الض، فلا ترى اللسان مثل الضاء، لا ترى اللسان مثل. طيب لماذا خصت الضاد عن الضاء بالاستطالة؟ لأن الضاد والضاء لهم نفس الصفات إلا صفة الاستطالة، لأن الضاء تجري في مخرج مفتوح من مقدم الفم، فنقول أض 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 أض، تلاحظ الفرق، فمن مقدم الفم فلا ينحصر معه الصوت، فلم تحتاج إلى الاستطالة لأن الضاد تحتاج إلى استطالة. طيب قال المرعشي رحمه الله تعالى: الضاد شابهت الضاء في التلفظ وشاركتها في جميع الصفات إلا المخرج والاستطالة، إذ الضاء قريبة من الآني وهو الزمن القصير، فصرح باستطالة الضاد ليظهر الفرق عن الضاء. ولذا قال ابن جزر رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، وذكر المواضع التي وردت في القرآن الكريم فيها الضاء. طيب الآن يتبادر الأذهان الفرق بين المستطيل، قلنا سبقا عرفنا الاستطالة، قلنا هي امتداد. طيب ما الفرق بين المستطيل أو الحرف المستطيل الآن اللي هو الضاد والحرف الممدود؟ والحرف الممدود المستطيل جرى في المخرج، في المخرج نفسه اللي ذكرنا الآن، لكن الممدود جرى في نفسه، فالممدود ليس له مخرج محقق، ليس له مخرج محقق، فلهذا الممدود جرى في نفسه والمستطيل جرى في مخرجه، جرى في هذا الحيز الذي يخرج فيه كما تلاحظون على الشاشة. طيب ووضح المرعشي رحمه الله تعالى هذا الفرق بأن للمستطيل مخرج له طول جهة جريان الصوت، فجرى في مخرجه بقوة طوله أو بقدر طوله ولم يتجاوزه، لأن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق أي الحيز الذي يخرج منه، ولم يتجاوز، قلنا لأن الحرف لا يتجاوز مخرج محقق، وليس للممدود مخرج محقق بل هو مخرجه مقدر. لا نستطيع أن نقول أن المد ينتهي الصوت عند هذا الحيز، بل هو مخرج مقدر. لما نقول والسماء أين ينتهي الصوت؟ لا تجد مكان محقق مثل اللسان أو مثلا عندنا الشفتين أو الأسنان تقول أن هذا ينتهي الصوت به هنا، فليس له مخرج محقق ينتهي عنده الصوت. أكمل كلامه رحمه الله تعالى، قال: فلم يجري إلا في ذاته لا في المخرج، إذ المخرج المقدر ليس بمخرج حقيقة، فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. ذكرنا أن الضاد ينتهي صوتها عند هذا المكان كما لاحظتم في الصورة كذلك عند مخرج اللام. طيب ما الفرق بين صوت اللام الأض من حيث الـ 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 أنهما كلاهما من الحافة؟ الإجابة: يظهر صوت اللام بصفة التوسط، لأن اللام فيه توسط، قلنا توسط لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء هذه كلها حروف توسط. وكذلك يستقر الصوت في أدنى الحافة إلى منتهى الطرف مع ما يليها من الثنيتين العليين، وهذين السنين الظاهرين هنا هذا هم الثنيين كما ذكرنا ذلك بتفصيل في المخارج. طيب ويظهر صوت الضاد برخاوة، الحروف يا فاضل التي تتحد في المخرج، ما الذي يجعلنا نميزها في النطق؟ الذي يجعلنا نميزها في النطق هو الصفة، هو الصفة. فهنا لما تحدثنا عن الفرق بين اللام أن كلاهما من حافة اللسان ليس تحديدا، لكن الضاد من هذا الموضع واللام من هنا، فقلنا أن اللام فيها صفة التوسط أي في انحباس بعض الصوت وجريان البعض، لكن بالنسبة للضاد الضاد فيها رخاوة فيها جريان للصوت. طيب قلنا يظهر صوت الضاد برخاوته ويستقر في الحافة عند التصاقها بالأضراس العليا مع امتداد الصوت من بداية الطرف إلى نهاية الحافة. الصوت في الضاد يبدأ قويا ويبدأ يتخافت قليلا حتى يختفي، نقول أض أض، والمدة الزمنية التي يستغرقها الصوت في الضاد أكثر من المدة الزمنية التي يستغرقها الصوت في اللام. هذا ما تيسر ذكره في هذه الصفة، صفة الاستطالة
وهي لحرف واحد وهو حرف الضاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نستقبل مشاركاتكم إن شاء الله بعد الفاصل. سورة الجن من مطلع السورة إلى الآية العاشرة بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرة أخرى ومرحبا بكم. نأخذ الآن مشاركات. معنا علي نصير من الأردن عبر الزوم، تفضل إشخ علي. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الشيخ علي، حاول أنك تتحكم في النفس، يعني تقف عند فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني لا تقطع نفسك في التلاوة أثناء التلاوة أثناء الكلمة. بسم الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على السين. الله سفيهنا ساسا سفيهنا. وأنه كان سفيهنا وأنه كان يقول سفيهنا
أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نأخذ عمر، تفضل عمر نصير من الأردن، تفضل شيخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل شيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ، جزاك الله خير. أخذ إلياس خالد من العراق، تفضل يا شيخ إلياس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال
وأنه إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير ونفع الله بك يا شيخ. نعم يا شيخ، ما سؤال، ما معنى كلمة شهاب الرصدة؟ شهاب الرصدة، نعم ما أدري، الله أعلم. طيب يوسف وليد، يوسف السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أحسنت بارك الله فيك. طيب مازن ويوسف. نعم تفضل. السلام عليكم. تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيه الله يحييك، تفضل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قلنا يا مازن الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا،
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لندري أشر وأنا لا ندري لا ندري شر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جزاك الله خير يا شيخ مازن، بارك الله فيك. طبعا الحلقات هذه التي تقدم سواء احكام تلاوه او الميسر في التلاوه هي حلقات لتصحيح التلاوه وتعليم احكام التجويد لمن اراد يعني ان يستزيد في التفسير او ايا كان في القران الكريم، فتوجد برامج مخصصه وان شاء الله انها مباشره، يسال ما بدا له من تفسير او فقه او اي حكم الاحكام الشرعيه. لكن هذه الحلقات تحديدا التي تقدم احكام تلاوه او الميسر في التلاوه وخصوصا أحكام تلاوة هي أحكام تلاوة القرآن الكريم، أحكام التجويد، فنتحدث عن الأحكام. إذا في سؤال خاص بأحكام التلاوة أو القراءة فإن شاء الله نجيب عليه، لكن إذا سؤال خارج عن هذا المجال فتوجد برامج كما قلنا مخصصة في التفسير أو الفقه أو العقيدة أو أيا كان، فتستطيعون يعني على هذه القناة المباركة طبعا تستطيع إن شاء الله تتصلون في أي وقت ويجيبكم المشايخ الفضلاء. جزاكم الله خير. نأخذ الآن عندنا غيث أو يوسف من الجزائر، تفضل يا شيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ يوسف. طيب ظهرنا في مشكل في الشبكة، نأخذ غيث. غيث أبو بكر، تفضل يا شيخ غيث من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ غيث. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صاحبة ولا مقدار الغنة، الغنة مقدارها حركتين يا شيخ. صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب أحسنت يا شيخ غيث، بارك الله فيك ونفع الله بك. فيك بارك الله. طيب الشيخ يوسف، ما أدري نعود يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا. أحسنت يا شيخ يوسف بارك الله فيك ونفع الله بك ما شاء الله تبارك الله. انتقل لؤي. لؤي محمد من السعودية تفضل لؤي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر شيخ لؤي من الجن. بداية الصورة هنا عندنا البسملة واجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال
من الجن فزادوهم رعقا وأنهم ظنوا كما ظننتم. وأنهم أين الميم؟ أين الميم يا شيخ لؤي؟ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد إظهار أشر أريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الله يفتح عليك ما شاء الله تبارك جزاك الله خير شيخ لؤي ونفع الله بك. الله يحفظك. طيب أحمد محمد موجود في نفس المكان ما شاء الله تبارك الله تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من النور مشددة يا أحمد أنه النور مشددة تتكي على أنه تغن بمقدار حركتين أنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لا وين الغنة؟ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا مد السماء يا شيخ أحمد يا حبيبي مد السماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب بارك الله فيك ونفع الله بك. ننتقل الآن المشاركات عبر الزوم بدون فيديو. عندنا فاطمة نصير من الأردن، تفضل يا فاطمة. تفضلي فاطمة نصير. طيب فاطمة تسمعين؟ طيب أحمد مصطفى من ليبيا، تفضل يا شيخ أحمد. أحمد مصطفى من ليبيا، طيب عبد الرحمن أسامة من ليبيا، عبد الرحمن أسامة، عبد الرحمن أسامة تسمعني؟ طيب ننتقل لمصر، عبد الله قشاوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من عبد الله؟ أيوة عبد الله. تفضل يا شيخ عبد الله، حياك الله، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جزاك الله خير ونفع الله بك شيخ عبد الله. طيب ننتقل الآن نعود لعبد الله، نعود لفاطمة، نصير من الأردن. تفضل يا فاطمة. فاطمة نصير، فاطمة موجودة؟ عائشة؟ طيب عبد الرحمن وسامة من ليبيا. عبد الرحمن وسامة تسمعني يا شيخ؟ عبد الرحمن وسامة تسمعني من ليبيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. حياكم الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ننتقل لأنس البربري من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي طيب إلي تعرضون على الشاشة. سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله. يا شيخ أنس، الإنس والجن عندنا النون ساكنة وبعدها السين إخفاء، هذا الإخفاء حقيقي، فقلنا بمقدار حركتين الإنس والجن. الإنس والجن على الله كذبا. طيب أعد أعد. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به رشدا. طيب أحسنت يا شيخ أنس، ما شاء الله تبارك الله وبارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نعود لفاطمة نصير من الأردن، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حسبك يا فاطمة. طيب عائشة تكمل نظرا لضيق الوقت يعني حتى. طيب تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا عائشة ونفع الله بك. نعتذر للإخوة والأخيات والأبناء والبنيات، الإخوة والأخوات والأبناء والبنيات الذين لم يسعفنا وقت البرنامج تقديم تلاواتهم. نستقبل إن شاء الله تلاواتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، سورة الجن من الآية 11 إلى الآية 19 في تمام الساعة الرابعة يبدأ هذا البرنامج، برنامج أحكام تلاوة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بتوقيت مكة المكرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن للوجدان ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن، وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان. فكم من بذرة دفنت بأرض السهو والنسيان، أتاها الغيث فانفجرت جنانا أتبعت بجنان.